السلام عليكم. اليوم نعرفكم بواحد الإقامة تقع بقسنطينة، وبالضبط في منطقة زواغي، واللي تعتبر واحدة من أفضل وأحسن وأجمل الإقامات السكنية في الشرق الجزائري، وحيث أنها فيها عدة مرافق كمسابح، الشيء اللي قل ما نجده في الإقامات السكنية الجديدة. وفيه حيث أنه فيه زوج مسابح، حيث أنه أحب هذا لو هذه الإقامات تكون فيها مرافق كروضة للأطفال، فيها إنصال دو جيم بالنسبة للنساء، في يعني محلات مختلفة، محل حلاقة، ما يعني تكون فيها بعض المرافق اللي يحتاجها الساكنة في يعني أثناء الحي، بدون ما ينتقل إلى يعني كثير لقضاء الحاجيات اليومية، خاصة بالنسبة للإقامات الكبيرة اللي عندها عدة عمارات وعدة سكنات، تكون فيها هذه المرافق الترفيهية و يعني ضرورية كذلك، لأنه رأينا بأنه في يعني جل الإقامات يعني إقامة تاع الدولة ولا الإقامة تاع الخواص، تلقى غير مساحات تاع الاطفال، الجعلوله تاع الدراري هذيك وصاي، حط لك الجعلوله ويروحوا. لا، الام لازم تكون فيها استثمار في هذه المرافق تاع لاكومبانيومون. ان شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.